السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه كدلي اسم مطبخ ام مروان وصفتنا ديال اليوم وصفه سهله مهله كيبغيوها الوليدات الصغار وكذلك حتى الناس الكبار وصفتنا ديال اليوم عباره على ليكريب زبري سهلين في التحضير والمذاق رائع والمنظر اروع وباش ما نطولش عليكم لا فيديو غادي نقول لكم المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت فنبداو بسم الله وعلى بركه الله غادي ناخذ واحد الريسيبي غادي ننزلوا فيه ثلاثه ديال البيضات يكونوا صغار او لا زوج ديال البيضات يكونوا كبار غادا نضيف لهم واحد رشيشه ديال الملحه معلقه صغيره ديال سكر فانيي لا سكر فاني ممكن ديرو ساشي ديال سكر فاني 75 غرام من السكر الخشين او لا ثلاثه المعالق كبار غدا نخلط المكونات اللي عندي حتى كدوب هذيك سنيده اولا لا السكر عاد باش غدا نضيف 500 مليلتر من الحليب غنضيف القليل منه غدا نخلط العناصر من جديد حتى كينسجموا مع بعضياتهم عاد باش نضيف 50 غرام ديال المايزينا او لا زوج معالق كبار ما يكونش عامرين بزاف ما يكونش بومبي غادي نغربل هاد المايزينا وغدا نضيف 200 غرام ديال الدقيق او لا زوج الكيسان ديال العنبة من الدقيق غادي نغربلوه حتى هو الدقيق راه كيبقى دائما على حساب الجوده ديالته كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش فلهذا فردوا البال للدقيق اللي عندكم ان فوا كنخلط العناصر اللي عندي غدا نضيف الكميه المتبقيه ديال الحليب ونعاود نخلط المكونات اللي عندي حتى تدخل في بعضها وكينسجموا مع بعضياتهم غدا ناخذ واحد الغيسيبيون غدا ننزل فيه قياس زوج ديال المغرفات من الخليط غادا نضيف معلقه كبيرة ديال الكاكاو على هاد زوج مغرفات اللي نزلنا في الغيسيبيون غادي نخلطو هاد المكونات مزيان مزيان حتى كنتخلصو من الكويرات ومن الشوائب ديال هاد الكاكاو عاد باش غادا نضيف مرفة ثالثة من الخليط الأبيض وغادا نخلط مزيان مزيان هاد الخليط الاسود وغادي ننزلو في واحد القرعه اللي ديجا فيها واحد الطبقه في الغلاقه ديالها الا كنتو كتوفرو عليها ما كنتوش كتوفروا عليها ممكن تستعملوا قرعه عاديه وممكن ديروا فيها واحد الطبقه على هاد الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا غادي ندوز المرحله ديال الطياب غدا ناخذ المقله نحطها فوق من البوطه ونخليها حتى تسخن عاد باش غدا ننزل الخليط الاسود على هذا الشكل هذا بشكل عشوائي وغدا نخليها حتى تقبض في وتولي على هذا الشكل عاد باش غدا ننزل فوق منها الخليط الابيض وغدا نوزعو على هذا المقلة هذه على هذا الشكل هذا وغدا نردها حتى طيب من الجهة الاولى عاد باش غدا نقلبها للجهة الثانية كيف ما لاحظتوا معايا كيكون كي الشكل ديالها جميل وزوين غدا نعود معكم واحدة اخرى غدا ننزل الخليط الاسود على شكل ان كيف ما كتلاحظون خلي احتيق فراسو عاد باش نزيد الخليط الابيض ونخليها حتى طيب من الجهة الاولى عاد باش نقلبها للجهة الثانية ان فوق الطيب غادي نزولها وغادي نستمر بنفس العملية حتى نكمل الكمية اللي عندي ممكن الخطوط ديروها كيف ما بغيتو كيف ما حبيتو انايا فضلت نديرها على شكل دوائر على هذا الشكل هذا اولا ان سيربون وانتم والاذواق ديالكم طريقة سهله وبسيطه وفي نفس الوقت كتجي رائعه وعاطيه للعين بالنسبة للخليطين الأسود والأبيض ممكن كذلك عوض ما تديرو خطوط بالخليط اللي فيه الكاكاو ممكن ديروه بالخليط الأبيض عاد باش تنزلو الخليط ديال الكاكاو من الفوق ممكن تبدلو وتغيرو داك كيبقى على حساب الأدواق ديالكم لخب ديالنا ها هما واجدين كيكونوا على هذا الشكل هذا أنا غدا ندوز باش غدا ندهنهم وكل كريب غادي ندهنها بحاجه مغيره باغ الاولى غادي ندهنها بالقليل من العسل على هذا الشكل هذا هذه غير افكار كنعطيها لكم وانتم غادي تستعملوا داكشي اللي متوفر عندكم في المنزل وهذا غير اذواق غادي ننزل الطرف الاول على هذا الشكل هذا وغنطوي عليه الطرف الثاني عاد باش غدا نروليها على هاد الشكل هذا كتغيير في تقديم ليكريب نتوما قدموها كيف ما بغيتو على حساب الذوق ديالكم والتفنن ديالكم لاكريب ديالنا كتكون عندنا على هاد الشكل هذا غدا ننزلها في طبق التقديم وغدا ندوز لاكريب تانية اللي غدا ندهنها بالشوكولا ديالت الدهن على هاد الشكل وغدا ندير ليها نفس العملية حتى هي غدا نطوي الأطراف وغدا نرولي وغدا نقدمها على هذا الشكل بالنسبه لا كريب الثالثه والرابعه غدا ندير لهم نفس الدهن لان كان عندي واحد شويه ديال لكريب كراميل دهنت به زوج ديال لي ودرت لهم نفس العمليه ديال الطويان كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتلاحظوا طريقه سهله وبسيطه لا في ولا في البريزونطاسيون آه غدا ناخذ لا كريب الخامسه حتى هي غدا ولكن هذه المره بلا كونفيتور هنايا دهنتها كان باقي عندي واحد شويه ديال لا كونفيتور ديال الغباب هو اللي استعملت نتوما ممكن تستعملوا اي نوع ديال لي كونفيتور نتوما كتفضلوا وغدا نبريزونطيها بلا ميم فاصون ممكن كذلك آه ترشوا هاد آه الكريب فقط بالقليل من السكر حبيبات على هذا الشكل هذا حتى هي تكون فكرة زوينة وغدا نطوي هذا الكريب كيفما طويت الكريب الأولين وغدا نزله في طبق التقديم كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون نالت اعجابكم كنتمنى تدعموني بلي لايك بالتعليق وبالاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم جديد وصفاتي وما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب اللي لتعم الفائده ودمتم في رعايه الله والى اللقاء رقيه ديليس